أستاذة الأستاذة أمل، الحقيقة بتقول إن في خشونة في المفاصل، وفي الـ الـ يعني الـ في قلة نوم، وفي خشونة في المفاصل. الحقيقة الكلام ده في منتهى البساطة إن خشونة المفاصل، أنا اتكلمت لها وقلت لها إن في حاجة مهمة جدا موجودة دلوقتي، إن إحنا خشونة المفاصل بنديها الأوميجا إيه بلس اللي موجود، وعلى فكرة كويس جدا جدا اللي معمول في مصر. الحقيقة الأستاذة نجوان برضو كانت اتكلمت على الجدة اللي هي ما بتقدرش تتحكم في البول والبراز، وأنا قلت لها المنرين، لأن المنرين ده عبارة عن الهرمون المضاد لإفراز البول، فبيقدر يخلي الإنسان يتحكم شوية ويقدر يعرف إن فيه لذلك بالدول التبول اللا إرادي عند الأطفال. أم إسراء بتقول الأستاذة نجوان تكلمت على قرحة الفراش، وأنا قلت دايما إن قرحة الفراش بنعمل حاجة ظريفة جدا، بنجيب عسل نحل ونخلطه بزيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت موجود في الصيدليات تحت إيه؟ السوبر سيز أو السيفن سيز. بنجيب كبسولتين ثلاثة، بنخلطهم بمعلقة عسل صغيرة ونخلطهم كويس جدا، وبعد ما نطهر قرحة الفراش نلزق عليه العسل ده اللي موجود عليه زيت كبد الحوت، بيسبب ايه؟ التئام هذه القرحة الى ابعد الحدود. الحقيقة الام اسراء بتقول ان كان في الام موجودة في الحوض، لان هي بعد ازالة المبايض والكلام ده وازالة الرحم في الام كتيرة جدا موجودة عندها اسفل، وهي عملت دعامتين في الحالب ليها 20 يوم. الكلام ده بياخد تقريبا لما يحصل له ادابتيشن تاقلم بيتاخد تقريبا حوالي شهر. الكلام اللي هي تقدر تاخده في الحته في الاجزاء اللي زي كده، وبتقول هل تستخدم كيماوي؟ اه طبعا، دلوقتي في علاج تحفظي، لان طالما شالت المبايض وشالت الرحم نتيجه ورم من الاورام الخبيثه، لابد ان احنا ما نش ضامنين العمليه انتقلت وراحت فين، فلازم ناخد علاج تحفظي. ام احمد بتحول حبوب السانت جون، عندها 185 جابتها، وهي عندها الحاله مايلد او حاله مدرت متوسطه، وانا قلت ان حالات انفصام الشخصيه او حالات التعب النفسي او حالات البانيك اتاك اللي هي الحاجات اللي في ناس كتير جدا بعد عنكم بيجي له ما يسمى بالبانيك اتاك خوف، وبالتالي احنا مش عايزين نستخدم الحاجات اللي ايه الكيماويه، فبنستخدم السنتجون. السنتجون 185 تاخد منه كبسولتين مرتين الصبح، بكبسولتين الصبح وبالليل.